السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في فيديو تعليمي جديد على قناتكم التعليمية هداية. اليوم بإذن الله سوف نتطرق لدرس جديد في المفيد في اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وسنبدأ بإذن الله بالدرس الدجاجة والثعلب، الصفحة 16. ألاحظ وأتحدث. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نلاحظ الصور الأربعة ونقول ماذا نرى في كل صورة. هيا نبدأ بالصورة الأولى. ماذا ترون يا أصدقائي في الصورة الأولى؟ نعم أحسنتم، نرى في الصورة الأولى هناك دجاجة وديك مع كتاكيتهم الصغار يأكلون ويلعبون. وكما نلاحظ هنا ملاحظة مهمة أنهم داخل منزلهم. أحسنتم. إذن ننتقل إلى الصورة الثانية. ماذا ترون في الصورة الثانية؟ نعم، أول ملاحظة، نلاحظ أن الديك والدجاجة والكتاكيت يتواجدون خارج منزلهم. نعم، فهناك الديك والدجاجة يتحدثون ويتناقشون، والكتاكيت يلعبون بجانبهم، لكن هناك ثعلب هناك خلفهم. أحسنتم. ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة. ماذا نرى في الصورة الثالثة؟ نرى هجوم الثعلب على الكتاكيت وحماية الدجاجة لكتاكيتها، ثم جاء الديك ليحميهم كلهم. أحسنتم. ننتقل الآن إلى الصورة الرابعة والأخيرة. نلاحظ أن الدجاجة والديك يحملون كتاكيتهم وهم في سعادة كبيرة وهروب الثعلب من الديك. أحسنتم أصدقائي. ولننتقل الآن إلى الصفحة 17. نقرأ السؤال. أستمع لوداد تحيي وترد التحية. تحيي وترد التحية ثم أحاكيها. أستمع لوداد تحيي وترد التحية ثم أحاكيها. نبدأ بأول شيء، وداد تحيي جدها. وداد تقول: صباح الخير جدي. أعيد معي: صباح الخير جدي. رد عليها الجد: صباح الخير حفيدتي. أعيد معي: صباح الخير حفيدتي. ننتقل إلى وداد تحيي أستاذتها. وداد تحيي أستاذتها. ماذا قالت وداد؟ السلام عليكم أستاذتي. أعيدوا معي أصدقائي. ردت عليها الأستاذة: وعليكم السلام وداد. أعيدوا معي: وعليكم السلام وداد. وننتقل إلى وداد ترد التحية. وداد ترد التحية. ف
فقالت الأم: مساءك سعيد عزيزتي. أعيد معي: مساءك سعيد عزيزتي. قالت وداد: مساءك أسعد ماما. مساءك أسعد ماما. أحسنتم أصدقائي. لنعيد: تحيي وترد التحية. نبدأ بوداد تحيي جدها: صباح الخير جدي. صباح الخير جدي. رد الجد: أعيدوا أصدقائي، ماذا قال الجد؟ أحسنتم. صباح الخير حفيدتي. صباح الخير حفيدتي. أعيدوا: صباح الخير حفيدتي. ننتقل إلى وداد تحيي أستاذتها. وداد تحيي أستاذتها. قالت وداد: السلام عليكم أستاذتي. وهنا الأستاذة التي ترد التحية على وداد وقالت: وعليكم السلام وداد. وعليكم السلام وداد. إذن فإذا كان هناك شخص قال لنا السلام عليكم، فسنرد عليه بعليكم السلام، كما قالت الأستاذة هنا: وعليكم السلام وداد. والآن ننتقل إلى الحوار الثالث والأخير، وهنا كما قلنا وداد التي ترد التحية وليست هي التي تحيي. الأم الآن هي التي تحيي: مساءك سعيد عزيزتي. ماذا قالت الأم لوداد؟ مساءك سعيد عزيزتي. رددوا معي: مساءك سعيد عزيزتي. وهنا وداد ردت التحية: مساءك أسعد ماما. مساءك أسعد ماما. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي والأخير في الصفحة 17. استمعوا لوداد تشكر ثم أحاكيها. في الأول سمعنا لوداد تحيي وترد التحية، والآن سوف نستمع لوداد تشكر. وداد تشكر جدها. هل أعجبتك الحكاية؟ نعم جدي، شكرا جزيلا. أعيد معي، قال الجد: هل أعجبتك الحكاية؟ ردت وداد: نعم جدي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فهنا وداد تشكر جدها على الحكاية. أحسنتم. ننتقل إلى وداد تشكر أستاذتها. وداد تشكر أستاذتها: خذي هذه القصة المشوقة. خذي هذه القصة المشوقة. هكذا قالت الأستاذة. وماذا ردت عليها وداد؟ ردت عليها وداد ب: مع خالص شكر أستاذتي. مع خالص شكر أستاذتي. فهنا وداد تشكر أستاذتها على القصة. أحسنتم أصدقائي. ننتقل الآن إلى وداد تشكر أمها. وداد تشكر أمها.
فقالت الأم: خذي اللمجة التي طلبت مني. خذي اللمجة التي طلبت مني. ماذا ردت عليها وداد؟ ردت بي: أشكرك ماما. أشكرك ماما. أحسنتم، أعيدوا معي: خذي اللمجة التي طلبت مني. ردت وداد: أشكرك ماما. فهنا وداد تشكر أمها على اللمجة التي طلبت منها. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إلى الدرس المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.